يلا سلام عليكم. السلام يلا عليكم ورحمة الله. حياك الله سماحة الشيخ حسين، حبيبي شنو أخبارك؟ بشرون عنكم ان شاء الله بخير. عندي سؤال لك ولا زحمة عليك. طيب اسأل، انا رامي عيسى، تفضل بإذن سأل الله. عما تريد بس بأدب ان شاء الله. عندي تفضل. سؤال بلا زحمة عليك. طب اتفضل سأل بس شنو؟ بدون إساءة وبدون سب، تفضل سأل. يا مولانا بارك الله فيك، رفع الله قدرك، سد الله ظلمك، ما عندنا ساعة احنا ان شاء الله. مش مشكلة، انا سؤالي لك تفضل. مولانا، الله يبارك فيك ان شاء الله، شنو حكم الزيج؟ حكم الايش؟ حكم الزيج، شنو حكم الزيج عندكم؟ ايه الزيج هذا؟ مولانا حكم الزيج، انت مو فقيه، مو عالم، مو متفحر، ما لا هو ما لا، ده انا من ابناء العامة والحمد لله، دعست اكتر من 2600 معمم من ابناء العامة، ولم اقل انا رامي عيسى الفقيه العلامة، انا من عوام اهل السنة والجماعة، ودعست اكثر من 2600 معمم، وانت علشان تهرب من سؤالي النهارده اسالني في اصول الدين، اسالني في الاعتقاد، وانا اثبت لك ديانتك على باطل. اتحداك يا شيخ حسين الان تثبت لي الامامه اللي كان سؤالي اليوم من الحلقه من القران او من السنه، تنصيب الاثني عشر امامه، تستطيع انك تثبتها لي؟ تستطيع انك تثبت لي تنصيب الاثني عشر اماما من القران او السنه؟ الرضاع فقط، اخبرني ما حكم الزيج انا او من ذي، حكم اخبرني. الرضاع. طيب هقول لك حكم الرضاع، اهو دول الشيرازيه، ده شيخ من مشايخ الشيرازيه ايها الجمهور، وحاطط صوره صادق الشيرازي خلفه، بس عاجل حكم الرضاع. قال محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الكافي عن ابي عبد الله عليه السلام ان النبي مكث اياما ليس له لبن، فالقى ابو طالب على ثدي نفسه فرضع من ابي طالب. فانت بقى كنت بترضع من مين؟ صادق الشيرازي رضعك وانت صغير، ولما كانت تعبانه وودوك لكلبه رضعت منها؟ ما هو لسان القذر اللي بيسب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم اكيد فيه نجاسه، فرضعوك منين وانت صغير؟ ووثق الشماري بيتحدى اي احد يضعف الروايه نظره فيها، ما تعقيبك على هذا؟ المرضى، ما هو ايه الخنفه الفارسيه القبيحه اللي فيكوا دي؟ ما تتكلم عدل يلا، انت مش راجل يلا، اتكلم عدل يلا، انت مش راجل، انت ليه بتقلد الفرس كده؟ خليك راجل يلا. انت ايش رايك في هذا؟ هل ابو طالب رضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل انت رضعت من صادق الشيرازي؟ استرجل كده وانت بتتكلم. انا اريد انا اؤمن بالله، انا اريد اتكلم يلا عادل يلا، خليك راجل كده. وانتوا يا اشباه الرجال ولا رجال، كما قال امير المؤمنين في نهج البلاغه، فعلا قال عنكم امير المؤمنين في اشباه في نهج البلاغه يا اشباه الرجال ولا رجال، فعلا اشباه رجال. انا ولابس لي عمامه، اتكلم عدل كده ووريني دينك. بيقول لك ان يجوز ان يرضع الرجل من الرجل، انت وانت صغير مين اللي رضعك؟ اتفضل اجب. حتى عندكم الزيج ما هو حكمه عندكم، حلال ام حرام؟ حرام حرام. ايه رايك انت في اللي بيقول لك ان بيرضع الرجل من الرجل؟ ايه رايك؟ بيقول لك يجوز ارضاع الرجال، ابو طالب ارضع الرجل من الرجل، ابو طالب رضع النبي صلى الله عليه وسلم. ايه رايك؟ هل تقبل ذلك؟ تفضل. الزيج عندكم فقط اجبني، صدقني امن بدينكم، صدقني فقط اجبني، انا امن بدينكم، حكم الزيج عندكم، انت الان تبحث في الروايات وتطلع عليها وتتصل على بعض رجال الدين، بعضهم في اوقات متاخره، بعضهم هزل، بعضهم ضعيفي اصلا، مو ما عندهم قدره على الحوار. انا فقط سالتك سؤال واحد، اتجبني بكلمه واحده، انا امن بدينكم، ما هو حكم الزيج عندكم؟ طيب تقصد حكم الزيج ان هو قص الشارب صح؟ اسمع، الزيج الا تعلم ما هو حكم الزيج؟ تقصد به ما هو الزيج؟ تقصد به حلق الشارب لا صح؟ الزيج. حبيبي انت ما تعرف اللغه العربيه، مت... الزيج هو هذا، اسمع. دوت ممكن يكون بيحصل مع والدتك اما بيجي عليها فتوى السيد السيستاني ان هو بيؤجر اكثر من رجل، بجواز تعقب اكثر من رجل على المراه. طب انا عارف ان انت مطلع المكنه، شفت علماء الشيعه هايفين ازاي؟ حكم الزيج يعني ان حلق الشارب صح؟ حكم الزيج حلق الشارب صح؟ افا سكر وهر، مشغل صوت المكنه، شفتم هيافه المعممين بالله عليكم. طيب انت ما رايك سيدك الخوئي في منهاج الصالحين بيقول لك بحرمه، اهو بيقول لك بحرمه بفسق حالك اللحيه، ايه رايك؟ اطلع لك دلوقتي 99% من الشيعه فسقه في دينك؟ لكن انا بقى انت جاي تكلمني في الشارب واللحيه وانا بكلمك في القران والتوحيد، يا وقح يا غبي، بكلمك في القران. لذلك الشيرازيه يا اخوه جبناء لا يستطيعون الحوار. المعامل ده كان اسمه ايه؟ هقول لك دلوقتي اسمه ايه؟ شيرازي، اسمه حسين السلطاني،
مشايخ الشرازية لا يستطيعون الحوار. جاي هل يجوز حلق الشارب؟ هل يجوز الأخذ من اللحية؟ سايب التوحيد والنبوة وسايب تحريفهم للقرآن الكريم. شفت خوارج يا إخوة، خوارج وروافض. وسيظل الدعس على الشرازية ليل نهار. ونتحدى واحد من الشرازية يكون ذكر كسلقلقي ياسر الخسيس أو دلدول سارة أو دلدول الكريمة أي تعلى أو أي أحد من دول إن يتقدم للمناظرة. لكنهم جبناء، لكنهم جبناء. كان معكم شيخ الشرازية المسمى بحسين سلطاني. الحكم لكل شيعي عاقل استمع إلى هذا الاتصال. أيها الحبيب، عشان تدعمنا والقناة ما تقفش، سوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب، ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد.